السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، تفضلوا استراحة، تفضلوا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحضور الكرام، تعد الممرات اللوجستية المصرية شرايين مهمة تعزز التجارة العالمية، حيث تعكف الدولة المصرية على تحويل الموانئ إلى مركز للتجارة الدولية واللوجستيات على مدار الأعوام الماضية، ويلعب الملف اللوجستي في مصر دورا مهما في التعافي الاقتصادي للبلاد. وفي إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقد سيادته ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وجه سيادته بأهمية الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين المتوسط والأحمر ووجود أهم ممر ملاحي عالمي بها وهو قناة السويس، لتكون مصر في الموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية ومواكبة التقدم الكبير في مجال النقل البحري العالمي باعتباره من العناصر المهمة لمنظومة التجارة العالمية، بتحويل الموانئ البحرية إلى موانئ محورية بإعادة هيكلتها وتطويرها لتلبي تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة. ودائما خير بداية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.